الفراوله. محمد محرز رئيس خليه الارشاد الفلاحي بنابل. الخليه هذه معناها تمتد معنا ثلاثه معتمديات، معتمديه نابل ودار حبر بن خيار. عندنا معنا في الجهه هذه عندنا زراعه فراوله. الزراعه هذه زراعه معناها هامه جدا في الجهه. المساحات معناها المقاديه اللي ننجزوا فيها في ولايه نابل في حدود 600 هكتار في كل سنه. المساحه هذه تمثل 90% من المساحات المزروعه فراوله في على المستوى الوطني. الزراعه هذه تمتد من تبدا الزراعه تركيزها من اخر اوت وتمتد زراعه حتى لاخر جوان. الخاصيه نتاع الزراعه هذه هي ان زراعه تتطلب عنايه كبيره ياسر، والهكتار برك الهكتار معناه الواحد من الفراوله يتطلب في حدود 50,000 دينار باش يتم تركيز الزراعه هذه، فيما يخص معناها الشتلات والبلاستيك والادويه والعامله وغيره. اهم منطقه نتاع انتاج في بالنسبه لولايه نابل هي قربة في النطاق الاول، ثم جات في الفتره الاخيره هي امتدت الى منطقه بني خيار، وبالخصوص منطقه معناها الحلفه ومنطقه غردايه. علاش؟ معناها الاسباب اللي خلات معناها الفلاحه يتجهوا من جهه قربة للمناطق هذه هو وجود معناها المياه العذبه في المناطق هذه، والتربه معناها الخصبه. هذه معناها اهم العوامل اللي معناها خلات الزراعه هذه في الفترة الأخيرة تمتد للجهة هذه. الخاصية الأخرى نتاع الزراعة هذه هي أن الزراعة كما قلت تطلب عناية، ثم تعتمد في الزراعة على النباتات الموردة، وهي النباتات الموردة يقع كل أغلبها معناها توريدها وقع معناها أخيرا شركة معناها وطنية بدأت معناها في انتاج شتلات هذه بالنسبه معناها ضئيله، وان شاء الله ناوي نطور الانتاج هذا. الحدود معناها بالنسبه للمعدل نتاع الانتاج نتاع الفراوله من حسب العنايه يمتد معناها من 35 طرناطه معناها في الهكتار الى حدود حتى 50 و55 طرناطه في الهكتار. الحاجه معناها اللي معناها معروفه هو انه الاهميه اللي الزراعة هذه هو كوني نلقاوها زراعة في الفترة اللي هي يقل فيها معناها عدم وجود غلال أخرى، يعني الغلة معناها الإنتاج يكون في الفترة من ممتدة من آخر معناها مارس حتى آخر جويلة، والفترة هذه نعرفوا اللي معناها الغلال الصيفية كل ما زالت معناها مش موجودة في السوق، هذاك علاش تعتبر معناها تسد الفراغ في الفترة هذه من في الغلال. ثم بالنسبه للتصدير عندنا نقطه معناها جديده هو انه عندنا شركه معناها بدات في التصدير معناها الفراوله طازج وزاد كذلك معناها مبرد، والشركه هذه معناها تو في حدود معناها تصدر معناها بدات في 100 طرناطه في السنه للبلاد الاوروبيه. نخدموا الفلاحه كل شيء، نخدموا الزيتون، نخدموا الفراوله، نخدموا حشاك الفلفل والطماطم، نخدموا ثم ناس باهيه ثم ناس مش باهيه، ثم ناس تساعدنا وتروف بينا ثم ناس ما تروفوش بينا، وثم ناس تخلصنا وثم ناس ما تخلصناش معنا بالسمح، ثم ناس تخلص ب 10,000 وثم ناس ب 11,000 كل واحد وكيفاش يخلص، ما يخلصوناش كل كيف كيف، ثم خدمه نتعبوا فيها نموت وما نروحوا ما نلقوا باش نهزوا الحوايج، وثم اولاد حلال يروفوا علينا نحو كان الكعبه الخامه نطيحوها والسمح نحطها في السطل مش خايب، وعن تالي كيف ننظفوه عن تالي نزبروه ونريقلوه باش العام الجاي اذا ماشي بيته العام الجاي يجي صابة يجي سمحة يطيح بدري كاو. نبداو الخدمة الخمسة متاع الصباح، نكملو مساعة ونص، نخدمو الفريز حرا توقيت، نسايسوه خاطر الفريز ديليكاتو، الصباح تبدا الدنيا مندية معناها وباردة، يلزمنا نسايسو عليه، نكملوه الفلاحة تحب عن نساء معناها خاطرش تسايس الكعبة، تحاول تمشي معها بالكعبة، معناها تكون معها مريقلة مثلا متحطش الكعبة الخامرة، الكعبة الخايبة، وتحط السرعة الباهية.
فلاح قايم نقوم الصباح الخمسة بتاع الصباح، متكلف بالخدامة ذم نقول ليك، نمشي الصباح نقوم الخمسة بتاع الصباح، نمشي نجيبهم نقام قدام ديارهم واقفين نجيبهم، يقصدوا ربي هنا يخدم على أرواحهم، ومتكلف بيهم أنت لاهي بيهم على خدمتهم كل ليك. أنا قلي في السلعة يسيسها واحدة واحدة، نثبت الكعبة الخامرة نحوها على الشيلة، فماشي كعب مخلف نثبته، متكلف بالماء زهدة السقي كل ليك متكلف بيه، متكلف بالتاجر وقت يجي يهز سلعته ونتلهى له بالحسابات بالميزان وناخذ عليك فلوس وانت بحسابي وفلوسي وكل ماشي. وسينو معناتها كما قلنا مثال كما جاش السلعة كما قلنا نهز السلعة إلى التبريد، وبعد من التبريد يجي التاجر يهز سلعته وذاك هو هذيك هي خدمتنا. اسمي سلوى زقولي، عندي الفلاحة بديت توا مش من بكري، عندي عامين بركة من اللي بديت في الفلاحة، نعملوا الفريز نعملوا بطاطا ونعملوا خضر أخرى كما الفلفل وكما الكرم والكل. أحكوا على الفريز، الفريز نبدأه في سبتمبر والموسم معناتها وقت الإنتاج هو يبدأ من نهاية مارس أفريل ماي، اما توا انتم في اخر الموسم في جوان دونك اخر الموسم. الفراوله بدا يخرف، فما مازال شويه جويد ما، اما في اخر الموسم الفراوله حاجه باهيه، مطلوب برشا في تونس، مطلوب في اوروبا برشا، عندنا كاليتي باهيه، انتاج باهي، طوناج باهي كما نقولوا، معناتها طوناج ستادير ميزان ما نعرفش، عندنا كاليتي باهيه زاده. الفراولة صعيب شوية مش سهل في الخدمة، يطلب برشا ماء برشا وقفة برشا لهوة، خدامة زادة كيف كيف، يلزمك تمشي تجيبهم الصباح بكري 5 تاع الصباح 6 تاع الصباح، انت توا في الصيف يجونا 5 تاع الصباح مشو نجيبوهم خاطر بعاد شوية في الريف نتاعنا 3 كيلومتر 4 كيلومتر بعاد، جيبوا نساء يخدموا معنا زادة رجال، والعشرة ناخذوا بوز نرتاحوا تريف بعد نرجعوا نخدموا، يجيونا نبيعوا على عين المكان، يجيونا يشريوا من عندنا على عين المكان، كيما زاد نجموا نهبطوا للمارشي في تونس مارشي دي غرو نقولوا.